بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنكمل مع بعض على الدوائر الكهربية المتوالية والمتوازية. الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن الدوائر الكهربية المتوالية والمتوازية، النهاردة بنجمع الاثنين مع بعض في دايرة واحدة، وهي نقول عليها الكهرباء المتوالية والمتوازية في دائرة واحدة. زي ما واضح عندنا على السبورة، أنا عندي دايرة كهربية فيها عمود كهرباء ومقاومة أولى R1، ثم باجي عند نقطة A وبفرع الأسلاك إلى مقاومة R2 ومقاومة أخرى R3. دول مع بعض بقول عليهم توصيل توازي، زي ما احنا عارفين توصيل توازي. هنا دي مع العمود، وفي الدايرة بيكون عبارة عن توصيل هنا إيه توالي. فالدايرة اللي قدامي دي عبارة عن دايرة موصل فيها مقاومة على التوالي ومقاومتان على التوازي. ولما احب اجيب المقاومة الكلية للثلاث مقاومات دول مع بعض بجيب، انا عندي دي خلاص سهلة موجودة، لو عندي دي مثلا بتساوي 5 اوم، فرضا 5 اوم، دي كانت بتساوي 10 اوم ودي بتساوي 15 اوم، فرضا كده بالشكل ده. يبقى بعمل ايه في هذه الحالة؟ بجيب المقاومة الكلية أو المكافئة للمقاومتين دول متصلين على التوازي حسب القانون اللي احنا قلنا عليه قبل كده. عندي في قانونين، عندي القانون الأول يا إما أقول 1 على R يساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، وعوض بالنسبة له ده توازي، توصيل إيه؟ توازي. طب يبقى أقول 1 على 10 زائد 1 على 15. يبقى عندي هنا لو جبت هنا العامل المشترك يبقى 30، 30 على 10 فيها الثلاثة، 30 على 15 فيها الاثنين، يبقى أصبح عندي هنا 5 على 30، ده بيساوي 1 على R. لما أحب أجيب الR بقول إذا الR بيساوي في هذه الحالة 30 على 5، يعني تساوي حوالي تقريبا يطلع عندي هنا 6 أوم، يطلع المقدار عندي هنا المقاومة المكافئة. لما أحب أجيب أطبق في القانون الثاني هو نفس القانون، هقول R كلي أو توتال أو كلي يساوي حاصل ضربهم R1 في R2 على R1 زائد R2 اللي هم مين؟ أنا بتكلم على المقاومتين دول اللي هم العشرة والخمستاشر. يبقى عندي هنا 10 ضرب 15 على 10 زائد مين؟ 15. 10 في 15 عندي هنا 150، وهنا 15 و10 عندي 25. يبقى عندي هنا على 5 فيها 5، على 5 فيها كام؟ فيها 30، على 5 فيها 1، على 5 فيها 6، يطلع عندي هنا 6 أوم. يبقى تلاحظ عندي نفس القانون هو اللي موجود عندي هنا، طلع المقدار 6 أوم. لو أنا طبقت القانون 1 على R بيساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، ولو طبقت القانون الثاني بس الكلام ده لما يكون عندي مقاومتين متصلين على التوازي، أكتر من 2 على التوازي ما طبقش في القانون ده، لا أطبق في القانون اللي فوق. يبقى تخلي بالك لما يكون عندي مقاومتين بس على التوازي هم اطبق القانون ده او اطبق القانون، انا بفضل القانون الثاني بيبقى اسهل عندي هنا، بيطلع لي النتيجه مباشره على طول، ولو كان معايا آلة حاسبه هيطلع لي الناتج. طب يبقى انا جبت هنا المقاومه المكافئه للمقاومتين دول، يبقى المقاومه المكافئه للدايره كلها اروح جامع عليهم R1، انا كده جبت لدول بس لكن ما جبتش لدي، يبقى اقول R للدائرة كلها هقول R على التوالي اللي هي R1 زائد R للمقاومتين دول R2 زائد R3 اللي هي المكافئة، أقول عليها R شرطة. يبقى عندي هنا الأولى بكم؟ بـ5، والتاني عندي هنا بـ6، يبقى عندي 11 أوم. يبقى المقاومة الكلية للثلاث مقاومات دول المتصلين مع بعض توالي وتوازي، يطلع المقاومة المكافئة عندي هنا بـ11 أوم. يبقى تخلي بالك في الدايرة اللي موجودة عندك أو في المسألة إذا كان هي متوصلة توالي بس ولا توازي بس ولا توالي وتوازي، يبقى طبق ايه العلاقة اللي قدامك على السبورة. بكده يبقى احنا نقول انتهينا من الفصل اللي هو ايه الثالث عندي او الوحدة الثالثة اللي هي الدوائر الكهربية المتوالية والمتوازي. بندخل مع بعض دلوقتي على الوحدة الرابعة اللي موجودة عندك في الكتاب، نقول عليها عبارة عن مجموعة الدوائر الكهربية العملية، مجموعة الدوائر الكهربية العملية. الدرس ده بسيط وحلو وبيتكلم عنه ما هو التأثير الكهربائي. أن ده تيار الكهربي 3 تأثيرات، وده
لو رجعت بالذاكرة بتاعتك للصف التاسع هتلاقي نفسك الكلام اللي هنقول عليه النهاردة خدناه في الصف التاسع، بس النهاردة بتوسع شوية. يبقى عندي الوحدة الرابعة، هقول الوحدة الرابعة عندك في الكتاب، هقول الدوائر الكهربية العملية، الدوائر الكهربية يقول عليها العملية. أول حاجة نقول التأثير الكهربائي له ثلاث تأثيرات. واحد، التأثير الأول بتكلم عنه النهاردة، بقول عندي تأثير حراري. اتنين، تأثير ضوئي. ثلاثة، عندي تأثير مغناطيسي، والمغناطيسي ده بحصل منه هنا على تأثير حركي. نمسك مع بعض على أن التيار الكهربي تأثير إيه؟ تأثير حراري. تأثير حراري عندي ده موجود عندي في البيت، إن هو بيقوم بتحويل التيار الكهربي إلى حرارة، يبقى تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. يبقى هنا التأثير الحراري للتيار الكهربي هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. والأمثلة على ذلك كتير موجود عندك في البيت، بتلاحظها عندي في المكوى الكهربية، بتطلع عندي في الغلاية، عندي في الدفاية، وفي عندي اللي هو قول عليها العين المتجاز اللي هي تشتغل بالكهرباء، موقد كهربي نقول عليه موقد كهرباء. كل ده عبارة عن مين؟ عبارة عن تمثيل للتأثير الكهربائي وتحويله إلى الطاقة مين؟ الحرارية. لازم بيكون عندي هنا، لازم أخلي بالي من نقطة معينة، ما هو نوع السلك المستخدم في صنع هذه الأدوات الكهربية اللي موجودة عندي؟ والسلك ده له مميزات خاصة، عشان يقدر استخدمه في المكوى او الغلايه او الدفايه او الموقد الكهربي، يبقى نوع السلك المستخدم عندي هنا في هذه الحاله، هقول نوع السلك المستخدم، بقول عليه عباره عن سلك مين؟ سميه عباره عن سلك النكروم. سلك النكروم ده لماذا يفضل سلك النكروم في تصنيع اسلاك المكواه والدفايه والغلايه والموقد؟ لان طبعا زي ما انت عارف له، اهم حاجه خلي بالك منها، له مقاومه نوعيه عاليه، وفي نفس الوقت بيتحمل درجات حراره عاليه. هنقول كمان يحول الطاقه الكهربائيه إلى طاقة حرارية. بالنسبة للمكواة بيتم هنا في هذه الحالة لف السلك اللي هو اللف سلك النيكروم على قطعة معدنية فلزية موجودة عندك، أو على قطعة من السلكة أو الفخار، بحيث أو الطفل سواء عليه الطفل أو الفخار، بحيث يكون السلكة أو الطفل والفخار ده مقاوم للحرارة، وبالتالي بيتم لف هذا السلك على هذه القطعة من قول عليها من مادة السلكة اللي بتتحمل درجات حرارة عالية. وبالتالي هنا بنقول بيستخدم النكروم في الدفايات والأجهزة الكهربية التي نحصل منها على طاقة حرارية. لو جينا بصينا في التأثير الضوئي هتلاحظ عندي هنا بنقول تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية وضوئية. يبقى التأثير الثاني للتيار الكهربي هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية ومين؟ وطاقة ضوئية. طب نيجي نبص مع بعض هنا، هنلاقي هنا نوع السلك المستخدم في التأثير الضوئي يختلف عن نوع السلك المستخدم في التأثير الحراري. أنا عندي هنا بالنسبة للتأثير ده بيبقى في عندي هنا نوعين من أنواع المصابيح عندي في هذه الحالة. في عندي المصابيح ذو الفتيلة، المصباح ذو الفتيلة اللي هو بيستخدم عندي هنا في هذه الحالة، بنستخدم هنا سلك بنسميه سلك التنجستين،
وده اللي بيدخل في تصنيع اللي هو المصباح الكهربي زي الفتيلة اللي هو نقول عليه زي المصباح الكمترة اللي هو يختلف عن مصباح النيون اللي احنا بيستخدم في المكاتب والمدارس والمستشفيات اللي هو قبل ما كده استخدام مصباح مين النيون بستخدم عندي هنا سلك التنجستين وبرضه سلك التنجستين ده له صفات تختلف عن مين النكروم يعني ما اقدرش استخدم انا النكروم في تصنيع الفتيله او استخدم سلك التنجستين ده في المكواه والغلايه والدفايه ليه لان انا عايز هنا عايز حراره وضوء هنا باخد حراره فقط يبقى سلك التنجستين الميزه عندي هنا في هذه الحاله بحصل منه على طاقه حراريه وفي نفس الوقت بحصل منه على طاقه مين على طاقه ضوئيه وبرده من المميزات بتاعته بنقول بيتحمل درجات حراره عاليه ودرجه انصهاره عالية بتصل لحوالي 3400 درجة ده بالنسبة لدرجة مين الانصهار انما لما استخدمه في المصابيح بيكون يديني حرارة وضوء عند حوالي 2000 لغاية 2500 درجة وبالتالي هنا بنقول بيستخدم سلك التنجستين وده عبارة عن سلك رفيع والمقاومة النووية بتاعته بتبقى عالية ويحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية وطاقة مين وطاقة ضوئية وبالتالي بنقول أن سلك التنجستين يكون مركز خلي بالك من العبارة دي عندها في الكتاب يكون مركزا و درجة تحمله الحرارة عالية ومقاومته النوعية عالية عشان يقول يقلل من تيارات الحمض التي تنتج داخل المصباح الفتيلي وانت عارف المصباح الفتيلي بيكون موجود داخله عبارة عن نوعين من أنواع الغازات الخاملة وهو عبارة عن غاز الأرجون وغاز اللي هو مين النيتروجين دول عبارة عن غازات خاملة موجودة داخل المصباح مين الفتيلي النوع الثاني من أنواع المصابيح اللي هو نوع عليه المصابيح الفلورية المصباح الفلوري المصباح الفلوري وده بيختلف عن المصباح مين اللي هو الفتيلي لان المصباح الفتيلي كان له عيبين عندنا في هذه الحالة العيب الاول ان هو يحول 10% فقط من الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية وضوئية وال90% عندنا في اغلبهم كله عبارة عن طاقة حرارية يعني انا بستفيد من الطاقة الضوئية ب10% بس وال90% بيكون عبارة عن ايه عبارة عن حرارة وفي نفس الوقت ان هو له ميزه ان هو سعره رخيص او رخيص الثمن عند الايه شراؤه العيب الثاني ان هو بيديني ظلال لما بشغله بيديني ظل على المكتب او على الكتاب اللي انا بقرا منه او بشتغل فيه ده عيبين يبقى هو بيحول 10% فقط من الطاقه الكهربيه الى طاقه ضوئيه و90% الى طاقه حرارية تاني حاجة بيعطي ظلال مكونة على الكتاب او على الشيء اللي انا بقرأ منه او بكتب فيه ده بالنسبة لعيوب مين عيوب المصباح الفتيل اما المصباح الفلوري هنا بيختلف في تركيبه عن تركيب المصباح مين عن المصباح ذو الفتيلة بيبقى عندي هنا في هذه الحالة عبارة عن انبوب زجاجي لو موجود عندنا اكتر في البيت انبوب زجاجي عليه مصباح النيون او مصباح الفلوري عبارة عن انبوب زجاجي انبوب زجاجي وعندي هنا في قطبين نقول عليه قطب ايه قطب ايه وقطب عندي هنا مين وقطب تاني نقول عليه بي في هذا الحال ويعبأ هذا الانبوب الزجاجي بعندي هنا حاجه اسمها بخار الزئبق وعندي هنا بقول مسحوق فلوري يبقى هنا تلاحظ ان التركيب المصباح اللي هو الفلوري يختلف عن تركيب المصباح الفتيلي المصباح الفتيلي عندي بالشكل ده اهو بيبقى عامل زي الكمتراية وفي عندي هنا فيه السلك وعليه سلك التنجستين يبقى لو قارننا بين ده وبين ده هنا في سلك التنجستين هنا لا يوجد سلك التنجستين هنا في غاز خامل موجود عندي قول عليه عبارة عن الأرجون والنيتروجين هنا موجود ما فيش عندي هنا لا ارجون ولا نيتروجين عباره عن غازات خامله انما عندي هنا في مسحوق فلوري وعندي بخار مين الزئبق انا عندي هنا في سلكتين اللي هو بوصل بيهم للتيار الكهربي عندي هنا بقول عندي في قطبين يبقى في فرق بين المصباح الفتيلي وبين المصباح مين المصباح النيون او المصباح الفلوري عندي هنا في هذه الحاله يبقى لما يمر التيار الكهربي او شحنات كهربيه بين القطبين عندي هنا في هذه الحاله في الانبوب الزجاجي بيبقى عندي بيتحول اللي هو بخار الزئبق الى ضوء ما فوق البنفسجيه وضوء مرئي اخر ثم ياتي دور المسحوق الفلوري بتحويل الضوء ما فوق البنفسجيه الى ضوء مرئي في هذه الحاله وده
من مميزاته ان هو يديني نقول عدد ساعات تشغيل بتصل الى حوالي 3000 ساعة. هنا ده بيديني اكتر حاجة بيديني 1000 ساعة تشغيل. يبقى هنا ده 3 اضعاف الاستهلاك عندي هنا في هذا العدد. ده تعتبر ميزة ولا يعطي ظلالا على الكتب او على الشيء اللي انا بقرأ منه او بكتب فيه، ما بيدينيش ايه ظلال، ولا بيديني طاقة حرارية زي اللي بينتج عنه هنا بالنسبة للمصباح مين الفتيل. يبقى ده الميزة والعيب بالنسبة لمين المصباح التنجستين، والفرق بينه وبين المصباح الفلوري. لو جينا بصينا على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي نجد ان التيار الكهربي تأثير مغناطيسي زي ما خدنا قبل كده على البصلة، كان لو عندي تأثير مغناطيسي، والتأثير المغناطيسي ده بشوفه عندي في كثير من المحركات الكهربية اللي موجودة عندي في البيت. ايه هي المحركات الكهربية؟ زي الموتور بتاع التلاجة وموتور الغسالة والموتور بتاع المكيف، كل دي عبارة عن ان التيار الكهربي تأثير مغناطيسي، وينتج عن هذا التأثير المغناطيسي بيديني تأثير ايه؟ تأثير حركي. هنا في هذه الحالة يبقى نقول السؤال بتاعنا النهارده، ما هي التأثيرات التي يحدثها التيار الكهربي على الأجهزة الكهربية؟ هنقول تأثير حراري، تأثير ضوئي، ثم تأثير عندي مين؟ تأثير مغناطيسي في هذه الحالة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله.